السادة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسرح الفنون. مشاهدينا مسرح الفنون، اليوم يستضيف نجم من نجوم الغناء السوداني المطرب الفنان ميزوق أنسة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ ميزوق. مرحبا بك، وأنا سعيد جدا أكون معكم. وحقيقة جدا زيارة لجمهورية الشعب الحبيبة، نعم، عشان نقضي أيام كده، وإن شاء الله يعني لبينا دعوتكم الليلة عشان نقدر نعمل لنا حاجة للمشاهدين الحيين. إقامة سعيدة إن شاء الله. الأستاذ ميزوب، أنت في بلدك الثانية أكيد، وطبعا يعني دي ما أول زيارة لك في تشات، وأخرت يعني طولت من تشات، فحاليا جيت لقيت جمهورك كيف والاستقبال كان كيف؟ والله الواحد سعيد جدا، لقى الناس هم الناس، وبعدين يعني بل ازدادوا بزيادة يعني. نحن بنحييهم يعني، وأنا سعيد كون يكون عندي أرضية كويسة بجد. حاجة جميلة جدا يعني، أنا برضو إضافة لجمهوري في السودان، إضافة للشعب التشاد الشريف يعني. طيب الأستاذ ميزوب، أكيد يعني الجمهور التشادي ما فرحان بك، وأكيد بعرف الأغاني القديمة، يعني بعرفك بالأغانيك القديمة، وطبعا يعني أنت أكيد جهزت أغاني جديدة، أو يعني حتى من الأغاني القديمة، طبعا يعني الجمهور منتظر ويسمع منك من الجديد والقديم، فحاليا يعني تسمعنا شنو؟ وطبعا الجمهور مشوق، الشعب التشادي مشوق يسمع كثير من اغاني. سمعك حد يقدر ينسى نفسه. نعم. طبعا من الاغاني القديمه. من البوم الجديد. هي ما قديمه ولا جديده يعني. ايوه معروفه ان احنا. فشاعرها عبد الحمد الجيم، محمد علي والحمد مبارك وداري. نعم. برضو اشكر الابن حسام يعني، من اولادنا السودانيين الموجودين في جنبينا. هو عازف على مستوى الورك، احيانا جدا بحييكم معانا ان شاء الله. فنتمنى يا حسام صديقه الشريف حد يقدر. أسعد المشاهدون، يعني أنينا زي ما ذكرتنا ضيفنا معنا اليوم يعني في داخل الاستديو يعني الأستاذ المطرب ميزوب أنسة، وأكيد نسمع من أغاني قبلي الجديدة، يعني أغاني بتقول جايبوا أنتوا نيابة عني. طبعا يعني الشعب التشادي معروف، يعني بعرف الاغاني القديمه، واكيد يعني بيسمع جديده حاليا. مشاهدينا نمشي فاصل قناعي من الاستاذ الفنان و... حد يقدر ينسى نفسه حلاوة الريد وهمسه، حلاوة حلاوة الريد، بكرة قالت لي حتنسوا، بكرة قالت حتنسوا، لو بنت نياب عني حد يقدر ينسى نفسه. يا غالي يا برد التاني، راجلي سؤال
سؤال يا برج راجع سؤال حيرتني عذبتني حيرتني يا ما كم جاوبت يا موقفكم يا ما أصلي ما خلي سؤال الجواب يا غالي برج تاني راجع لي سؤال والجواب يا غالي برج يرجع لي سؤال حيرتني عذبتني حيرتني عذبتني الحيرة فيك انتي توالي الخيال انتي في دنياي والشاعر اي قبر بدا حسوني لو قلت يا بعلي حد يقدر حبيبي يا بعلي حد يقدر يا غلا وتريد وغمصو حلاوتو حلا وتريد وقراء قالت لي حد انسو جاوبي الدنيا يا بعلي حد يقدر مين ومين بيقدر ينسى شكرا أستاذة شكرا بالأغنية الجميلة ولا جميلة إن شاء الله يعني أكيد يعني بعد ما مشاهد يعني سمع من أغاني طبعا عاش في الجو إن شاء الله وحيعيش إن شاء الله أكثر مع الأستاذة ميزوب إنسا. الأستاذ ميزوب يعني زي ما شايفين وسامعين إنه يعني أنت اختفيت من الساحة الفنية يعني من ألبومك القديم يعني ما ظهرت بألبوم يعني ألبوم قلب الأنيت يعني ما ظهرت عجلة سريعة نعم السبب شنو إنه والله حس في غنى جديد يعني طبعا يعني لكن الالبوم ده كان حقيقه اخذ شهره كويسه اي صح يعني هو لانه فيه اغاني جميله لكن طبعا الاغاني دي نحن بنحاول برضه نغنيها يعني الالبوم ده ما اديها باعتباره اغاني جديده راح تغزيها في الشريط لكن بالنسبه لك زي بضاعه كده يعني انت لازم تفهم يعني فالحمد لله حس اني اغني قاعدين اغني الغنى ده كله يعني حد يقدر دي مشت من الشريط كثير يعني كثير لكن ان شاء الله نعيد للمستمعين نجيب لنا حاجات جديده الاستاذ يعني دائما انينا معاك في برنامج مسرح الفنون واكيد يعني بنسمع منك الكثير وندردش كثير طيب يعني انت حاليا في بلدك الثانيه واكيد قاعد في وسط الفن التشادي يعني شنو رايك ومن ما جيت شنو رايك في الاغاني التشاديه اكيد يعني بتسمع فيهم وتطلع من مع الفنانين التشاديين واكيد يعني قاعد معاهم وتدردش معاهم والله يا اخي شباب بيغنوا كويسين يعني هم الاسامي ما اقدر اتذكر لك في ناس كثيرين بيغنوا وظاهر صحي يعني بعدين تشاد ذاتها فيها تطور شديد من ناحيه مزيكا وظهور العولمه اثرت فحسي يعني في شباب كويسين بيغنوا يعني لكن الفنانين الكبار شكلهم كده زي مختلفين كده يعني انا كنت اتمنى الاقيون يعني لكن ما انا وقت ضيق لكن بحاول اقابلهم ان شاء الله ايوه زي ما ذكرت انه الفنانين الكبار يعني ما قاعد تلاقيهم كثير يعني انا بقابل الشباب لانه بحب الحفلات نعم نعم طبعا يعني الفنانين الشباب في السودان والفنانين الشباب في تشهد يعني حاليا يعني هم متظاهرين اكثر وبيغنوا اغاني الحفلات الكثيره يعني ما عارف انه يعني ما لا الفنانين الكبار حسه حاليا ما ظاهرين حتى في السودان وفي تشهد يعني السبب شنو هل الفنانين الكبار انه اغاني ثقيله او اغاني يعني زي ما لا ما ثقيله لكن نعم. طبعا كل جيل بيكون مع رفيقه اكيد صح فطبعا الجيل الجديد ده في يعني ده اسمه جيل التسعينات اللي هو لا نعم يعني زول بيكون مولود سنة 90 ده بيكون كبر عشان كده بيتفاعل مع الزول اللي في سنه ايوه يعني مثلا يعني
فنانين كبار بيمثلوا لجيل معين. نعم. صح؟ لكن الشباب بيمثلوا لجيل جديد. طبعا يعني البعض منهم انا حاليا يعني في بعض من الشباب يعني بيسمعوا اغاني الفنان الكبار الفنانين الكبار يعني زي بغنوا بسمعوا اغاني. انا هسه حاليا يعني بنسمع اغاني جدا ما نسمع فنان صغير يعني في جيلي انا بنسمع الاغاني القديمه اكثر يعني احسن لي الاغاني القديمه يعني اكيد يعني حتى في تشاد وفي السودان يعني في بعض من الشباب بيسمعوا الاغاني الجديده والاغاني القديمه و يعني طبعا الاستاذ يعني اكيد يعني بنسمع منك كثير ونستمتع منك كثير اغنيه ثانيه ايوه صياد النجوم يا جماعه صياد النجوم ايوه اسعد المشاهدون يعني اكيد يعني مستمتعين مع الفنان المطرب ميزوب انسا ونسمع اغنيه ثانيه صياد النجوم ونرجع النجوم يا قلبي حلالك النجوم قلبي حلالك طب سهاد وشكا فرحة لغيرك يا النجوم صياد النجوم يا قلبي حلالك النجوم يا قلبي حلالك تكسو هاد وشكا فرحة لغيرك صياد النجوم اليدين مفتوم في حالة يقول الصحة زي مرحانة يقول الصحة زي مرحانة مش ليك تسأل الليل تصحالة الليل تصحالة نايمة يا باب تخطر علي بالة صياد النجوم ما دام تموت يا ريت ما بريدك أغرب حاجة الساعة
هذا النجوم. شكرا بالأغنية الجميلة والمستمتعة إن شاء الله، وأكيد يعني استمتعنا كثير بالأغاني الجميلة والصياد. إن شاء الله طبعا دائما الجديد في حياتك إن شاء الله دائما يعني أنت مع الجديد وحتى مع القديم، يعني أن ما خلينا القديم يعني بنسمع، قالوا ما عنده قديم ما عنده جديد إن شاء الله، يعني نسمع القديم حلو هاي ومستمتع. أنا ما حنتكلم عليهم بالجديد إلا بالآخر إن شاء الله. طبعا إيه ده غني له الآخر خبر حسي أي تمام وكذا خلاص. عندك سؤال ولا حاجه؟ اي طبعا يعني استاذه اكيد يعني انت حاليا جيت في زياره سريعه اكيد يعني ما قاعد ما مطول معنا طبعا اسبوعين بالكثير ثلاثه ان شاء الله نتمنى انه اول حاجه الناس اللي بيحبوه نعم والواحد يشارك في بعض المناسبات اكيد كتواجد فعليا اي بجدد يعني مع اعجاب الناس في ان شاء الله آه. كل ما جينا على كل من الناس نتمنى انه تجينا كل مره ان شاء الله ان شاء الله. والله ما قاعد نجي المناسبات دائما صحيح يكون في واحد عنده مناسبه يجيبك بعد شويه الاخوان بالاول. طبعا جمهورك في المناسبات الخاصه كيف يعني حاليا انت هسه جيت يعني اكيد عملت مناسبات في 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 في, في, في العاصمه فجمهورك لقيت الجمهور كيف في المناسبه؟ والله يا اخي الخاصه يا اخي عسي انا في الشارع نعم اي زول يلاقيني يقول لي انت من سويسرا اي طبعا هم مفاكرينك بعرفوك كثير اي يعرفوني كثير فيا اخي الناس يعني الشعب الشادي شعب جميل يعني نعم بعدين روحه جميله بالفن بعدين بحب الطرب يعني ايوه صح طبعا الشعب التشادي والشعب السوداني هم شعب واحد يعني الاعداد والتقاليد يعني كلها أيوة واحده طبعا نعم اي يعني الشعب انا حاسس لما بكون هنا بحس انه في تشاد اي صح بلد واحده يعني طبعا ابدا ما بحس انه بعيد نعم الاستاذ يعني الحفلات في السودان كيف يعني نظام الحفلات في السودان يعني مثلا العرس هل فرق بين تشاد والسودان يعني في فرق بسيط ولا زي بعض؟ والله الحياه دي ما حاسس بيه برضه عندكم السيره انتم نعم السيره ولا الحنة طبعا طبعا يعني قالوا هناك في تشابه زي ما قلت لك اي في تشابه بس نظام الحفله نظام الاغنيه في الحفله طبعا يعني هنا يعني الفنان بغني يعني على طول
هناك عندكم يعني ساعتين فقط صح؟ يعني الفنان ما بغني كثير يعني طبعا من الساعة عشرة لغاية 11 أو 12 خلاص يعني الحفلة تنتهي. وهنا يعني الفنان بجور كده الأغنية لغاية يعني من الساعة 4 أقول ولا من الساعة 7 يعني يعني فترة طويلة، هل الحاجة دي ما مملة ليك يعني أنت شايفينها كيف؟ والله يا أخي والله بس بتمتع الزول لأنه أيوه يعني أنت كل ما غنيت كثير كل ما استمتعت أكثر أيوه نعم وكل ما غنيت كثير إنه جمهورك زاد كل ما أنت ما قدمت حاجة أي صح طبعا شايفينك يعني أستاذ أكيد أنت تعبان شوية بس نقتصر ليك وأكيد يعني نمشوا أغنية ثانية يعني آخر خبر أو يعني تسمينا أكيد آخر خبر نعم طبعا أسادة المشاهدون يعني أنينا دائما مع الأستاذ الفنان المطرب ميزوب أنثى ونسمع كل ما عنده ونسمع يسمينا يعني استمتعنا بالأغاني الجميلة وحاليا يعني نمشي فاصل غنائي ونسمع من أغاني آخر خبر حبيت مشاعرك مشاعرك بالصفار عم اختار فيك اروح الوفا رديت مشاعرك بالصفا عم اختار فيك اروح الوفا افراخ خمايلي وارفة في عيونك شايفة آخر خبر آخر خبر كتبه جواب في جواب وعايز يقول انسى العذاب عايز يقول انسى العذاب اترك سبيل قلبي النداء آخر حنين ورغيق الداب
جبرتك ما جبرتك أنا ما جبرتك يا تحيب أنت بيت اللي بتقمد أنا ما جبرتك يا نقول تحية خاصة للشعب السوداني وبصفة عامة للشعب التشادي الموجود في الخارج وفي تشاد. يعني ميزوب أنسى اليوم يعني حدا لكم كل الأغاني وخاصة للتشادين الموجود في الخارج إن شاء الله والشعب السوداني الموجود في تشاد جالية السودانية. ميزوب أنسى يعني أكيد يعني الأستاذ يعني الأغاني التراثية التشادية، هل فكرت إنه يوم يعني تغني أغنية تراثية وأكيد بتسمع الأغاني التراثية التشادية؟ بس لو قعدت شوية فرصة ولا حاجة والله. أكيد صح. أنا بجي بسرعة بسرعة عجل عجل. نعم. بجي بكون داخل أسبوع عجل. أيوه. ما بقى بساعة عشان، لكن والله أنا سمعت ما قعدت مع الفنانين التشاديين كتار. أنا سمعت أغنية أنا بتذكر زمان لما كنت كازونة. ايوه غازونغا ايوه جلالي احمد جلالي ومحمد احمد بيكوس دول غنوا اغاني تراثيه تشاريه كثيره. ايوه نعم الله يرحمنا رحمه. لكن والله في يعني في فنانين كويسين طبعا. والاستاذ يعني الفنان السوداني كمان يعني نقول بعض من الفنانين السودانيين وخاصه الفنان عاطف السماني جاء وغنى اغنيه للفنان الراحل احمد بيكوس. نعم اغنيه جميله اغنيه تراثيه وطبعا غناها بلهجه اكيد يعني لهجه سودانيه يعني طلعت سمحه وطبعا يعني الفنانين التشادين ما قالوا لكن قالوا قاعد فتره طويله. نعم غنوا اغاني الفنانين السودانيين بغنوا اغاني التشاديه والفنانين التشاديين طبعا بغنوا اغاني السودانيين. لما الواحد ياخذ مسافه بعيده نعم فنتمنى انه يعني انت كفنان كبير وفنان يعني معروف يعني تشيل التراث التشادي وتغني لنا ان شاء الله. الله يحييك والله نعم. التشادي كله طبعا مرحبا بك ان شاء الله. يحيي الجماعه صوروا لنا. شكرا جزيلا. طبعا يعني الاستاذ يعني اكيد باقي لنا اغاني اخرى تغنيها لنا يعني ما نعرف يعني من الاغاني القديمه نسمع من اي في فتوار طبعا بيحبوها كثير بنيه في فتوار طبعا يعني اكيد الاغنيه دي انت غنيتها في بيت ولا كيف يعني بنيه في فتوار يعني والله نسيت
طبعا. فتوار دي منطقه هناك عندنا في الشمال ولايه نهر النيل. نعم. عاد بغني الاغنيه دي واحد اسمه عبد الواحد. نعم. بعدين البلد اسمها فتوار. ايوه البلد فتوار. اي هناك بقول بنيه في فتوار. يعني في بلده يعني. نعم في بلده. لكن هنا في جان حكوا ليه لأنه قالوا فتوار دي عندكم بلد ولا حاجة بشكل دي. أيوة في فتوار أو لا لا أنا عندنا هنا ال 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 فتوار فتوار سوق القطار. لا لا ما سوق القطار. ال 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 فتوار محل ال ال اللحم محل ال ال المذبح الجزار. الجزار أيوة ايوه يمكن لاقاها هناك ولا حاجه. طبعا يعني هناك تشابه الاسامي. تشابه الاسامي اكيد هناك. أيوة الله في البلد طبعا بنيه في الكلمه بتكون قريبه لبعض. طبعا يعني تشابه الاسامي فاكيد اننا نسمع اليوم تقول لنا بنيه في تشات وبنيه في فنجمينا اكيد. المشاهدين الكرام يعني اكيد نسمع فاصل واغنيه يعني محبوبه لدى الجمهور التشادي بنيه في فتوار يعني اكيد يعني بنسمعها كثير من الاستاذ الفنان. نسمع فاصل ونرجع. بنيه في فتوار مقدة في النار من لهيب الشوق أبكي ليل نهار. بنية في فتوار مقدة في النار من لهيب الشوق أبكي ليل نهار. We'll be right back.
ريب في فتوار وقت في النار نبي بشوف في ليل نهار لهيب الشوق لهيب الشوق لهيب الشوق لهيب الشوق أبكي نختم بأغنية جديدة من أغانيك الجديدة. وقبل ما نختم الأغنية الجديدة أكيد تدينا آخر كلمة للشعب التشادي. والله كل الحب والاحترام للشعب التشادي. نعم. وأنا والله يعني في ناس يعني بيسألوا بيقولوا أنت تجي هنا ليه؟ بقول لهم والله بس أنا كل مرة بحاول أجي تشادي قد أيام كده. نعم. أنا قال لقى المعجبين والناس اللي بيحبوا وراي. أيوه. وزاتوا شق الدروب بتاعت البلد زي ما بي أكيد. تجتب. نعم. بتكون لك أرضية يعني. أي صح. أنا شخصياً يعني بحب السفر يعني. أيوه. فالفترة اللي بقضيها دي بعتبرها فترة بتاعت أنا على قد جدد حياتي. أكيد صح. وأشوف الناس اللي الجادين. نعم. وعلى فكرة علاقتي قوية جداً ب يعني ببعض الجادين منهم. نعم. يعني السلطان حسن برقو. نعم. وبكر وحيوم. نعم. دي صحباني من زمان بدري. طبعا حيوم. كثيرين كثيرين بعرفهم هنا في البلد دي. لكن ما في داعي اذكر اسامي كلها عشان ما اجوزها. اكيد. بتقول حيوم اي زول بعرفه هنا يعني. نعم. طبعا اخر كلمه للفنانين التشادين اكيد تقول شنو اخر كلمه للفنانين. انا بقول الاغنيه الحقنيه دي بتقول الحي بلاقي. الحي بلاقي طبعا يعني تمشي وتجينا ان شاء الله ثاني. هي الاغنيات الجديده ان شاء الله. نعم ان شاء الله. زول بريد. المشاهدون الكرام يعني أكيد نسمع آخر أغنية ونختم بالأغنية الجديدة من الفنانة ميزوب أنسة. الفنان ميزوب أنسة طبعا يعني خلنا لنا كثير من الأغاني القديمة طبعا المعروفة عندنا. وأكيد يعني حاليا بنختم أغنية جديدة بنختم بأغنية جديدة من الفنان ميزوب أنسة طبعا الحي بلاقي طبعا زول البريدنا كوم الزول البريدنا مالو ساوريدنا وزول بريدنا مالو ساوريدنا خدت الدمع فينا وشال شال في عيون عيدنا ناس في الحي غشوا بالريد حلفوه عسل حي غشوه الريد حلفوه قالوا له زولك شوف للهم عليه عسل حي غشوه الريد حلفوه قالوا له زولك شوف للهم عليه قال فرقتنا الدنيا فرقتنا الدنيا قال فرقتنا الدنيا فرقتنا الدنيا قال فرقتنا الدنيا قابلين بجيبو فرقتنا الدنيا قال فرقتنا الدنيا فرقتنا الدنيا قال فرقتنا الدنيا قابلي بجيبه
شكرا الاستاذ ميزوب انسى، شكرا لك باستضافتك معنا يعني ان شاء الله ربنا يديك العافيه ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى لك نعم تحيه مشكور لنا ان شاء الله. شكرا ونتمنى ان شاء الله يعني لما اخر لقاء لنا وتزورنا ثاني ونسجل معك اكثر من ده ان شاء الله. تحيه خاصه للشعب السوداني ونقول لهم يعني شكرا للاستاذ معانا وان شاء الله طبعا. مشاهدينا الكرام يعني اكيد يعني استمتعتم باغاني الاستاذ الفنان ميزوب انسى، واكيد يعني نتمنى ان شاء الله تزورنا ثاني ونسجل معك حلقات كثيره ونسجل اغاني جديده ان شاء الله. ان شاء الله طبعا يعني ونتمنى ان شاء الله باذن الله واحد طوال كل مره يجي يزور ان شاء الله على قلبي طبعا يعني. وجمهورك منتظرك تماما طبعا والله بحييهم بقول لهم شكرا لكم والله
والله من المطار يعني يستقبلوك استقبال كويس. شكرا. الشعب السوداني الشعب الشادي طبعا لنا كلنا مبسوطين بوجودك معنا في العاصمه نجمينا. ان شاء الله نورت نجمينا، واكيد يعني ترجع لاهلك بالسلامه ان شاء الله. اسعد المشاهدون، يعني شكرا للمتابعه، يعني ونلتقي معكم في حلقه قادمه من برنامجكم مسرح الفنون، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نفسه نياب عني، حد يقدر ينسى نفسه حلاوة الريد وهمسه، حلاوة الريد وكرهها.